انا قبل كده اتكلمت عن انه ما هو الهدف من معسكر اسباني بالنسبه للمنتخب السعودي، قلنا الاحتكاك مع الكره الجنوبيه، وهو نحن شفناه في مباراتين، لانه المجموعه قلنا تبعه في كاس العالم بتحتوي على الارجنتين وبولندا والمكسيك، فبالتالي كان محتاج انه احتكاك مع الكره الامريكا الجنوبيه. صراحه المباراتين ما كانت كنتائج بتعطي التوقع المطلوب بالنسبه للمنتخب، لكن انا برى انه عباره عن فائده بالنسبه للمنتخب، وصل الى نقاط الضعف والخاصه في المنتخب، والمدرب هيرفي ريناند برؤيته هيعالج الموضوع. انا برضو بشوف انه المنتخب السعودي ما عاد يشارك في المجموعات من اجل المشاركه، هو عنده حلمه انه يمشي ابعد من المجموعات في كاس العالم، فانا بشوف انه تجربه ادت اكلها برغم الايجابيات والسلبيات الموجوده فيها. سوف يعاد او يعاود المدرب هيرفي ريناند التجربه مره اخرى بمدرسه امريكا الجنوبيه، لكن مثلا مدارس شيلي اورجواي في بعض المدارس، بحيث يعطي احتكاك واضافه جديده بالنسبه للمنتخب، او سوف يكون في مدرسه من امريكا من المكسيك امريكا الشماليه. لكن عموما انا بشوف انه التوليفه اللي لعبت في المباراه الاولى والمباراه الثانيه وصل لبعض المعالم بالنسبه للتشكيله الاساسيه بالنسبه للمنتخب، وجرب جميع الخامات بحيث انه يستطيع ان يستخلص فريق او منتخب سعودي قوي يقدر ينافس في المجموعه بتضم الارجنتين صراحه ميسي وما ادراك ما ميسي. فهو بينظر لابعد من المجموعات، ومدرب طموح هيرفي ريناند، وشغال مع مجموعه ممتازه، واتمنى انه الاخضر السعودي صراحه يعني يفوق ما بعد دور المجموعات، والخامات الموجوده جديره بهذا جديره انه تمشي ما بعد دور المجموعات ان شاء الله. ان شاء الله.